المايكرو ار ان اي هو عبارة عن نون كودينج ار ان اي، هو عبارة عن جزيء قصير يبلغ طوله 22، واكتشفوا مؤخرا انه يحتوي على جينات منظمة. ما راح ندخل في عملية التكوين، لكن نعرف ان المسؤول عن تكوينه هو عبارة عن الار ان اي بوليميريز 2. بعد عملية تكوين المايكرو ار ان اي، اما انه يأخذ بواسطة خلايا ثانية او انه يحلل بواسطة الار ان ايز او يفرز. عملية الافراز هذه تتم ثلاث طرق، يا اما انه يدخل جوا اجسام حويصلية ويطلع، او انه يلقى جزيئات بروتينية يطلع معها، او انه يفرز داخل حويصة من غشاء السيتوبلازمي. نجي الحين لزبدة الموضوع والاساس. احنا ذكرنا ان المايكرو ار ان اي في جينات منظمة او هو مسؤول عن عملية التنظيم. طيب عملية التنظيم هذه ايش فادت وايش اكتشفوا مؤخرا؟ اخر الدراسات انه في علاقه ما بين معدل المايكرو ار ان اي موجود في السيروم وما بين ثلاث حالات، منها التصلب اللويحي وهو اللي راح نركز عليه اليوم. نعرف انه مرض التصلب اللويحي هو مرض متعلق بالجهاز العصبي، بحيث انه الانسان يفقد القدره على انه يتحكم بالاعضاء حقته. اللي يهمني هنا الخلايا العصبيه الموجوده في الجهاز العصبي. هذه الخلايا فيها جزيء اسمه انكام 1. هذا الجزيء موجود في أماكن كثيرة غير الخلايا العصبية، مثلا القلب، موجود في خلايا عضلية وغيرها. من وظائفه أنه مسؤول عن الاتصال ما بين الخلايا، مسؤول عن بقاء الخلايا على قيد الحياة، ومسؤول كذلك على تطور الخلايا وهجرتها من مكان لآخر. بالنسبة للخلايا العصبية في الجهاز العصبي، هذا الجزيء اللي هو الإنكام 1 يلعب دور في نقل الإشارات العصبية ما بين هذه الخلايا، فبالتالي أي تأثير على هذا الجزيء راح يتأثر الجهاز العصبي كذلك. سابقا ان المايكرو ار ان اي هو عباره عن جزيء منظم. لما نقول تنظيم تعني اما التثبيط او التحفيز. فهذه الدراسه لاحظوا انهم لما اضافوا المايكرو ار ان اي 572 لقوا انه التعبير للجزيء الانكام 1 زاد. طب ايش استفيد انا من هذا كله؟ الاستفيد اني انا ممكن استخدم هذا المايكرو ار ان اي از بايو مارك عشان اكشف عن الامراض اللي لها علاقه بالانكام 1، أو أني أكتشف علاقة جديدة ما بين المايكرو ار ان اي وجزيء آخر